كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوادة الشهر يا ربي. كل الهلا بكم حبايبنا بمفردات بسيطة وشعبية جميلة وودودة، نستقبل صباحاتنا معاكم، ويا رب إن شاء الله يكون هذا العام عام مختلف على العالم الإسلامي وأيضا الأمة العربية. إذا حبايبي مثل ما تعودنا نكون معاكم أكيد في قراءة سريعة لأهم حركة الأفلاك ومدى تأثيرها على جميع أبراجنا وطوالعنا لهذا اليوم ومن هذه الأيام، وربما قد نمر بمسائل سرور إيجابية وبأفراح ومسرات من دلالات هذه النوازل أنه هو عيد الأضحى المبارك. إذا كل عام وأنتم بألف خير يا ربي. خلوني أذكر بحركة الفلك بأقل من دقيقة. يقترن القمر هو الآخر مع المريخ في شرف العقرب. إيش عملت بينا يا عقرب؟ طبعا هالعقرب هذا أو هالقمر هذا اللي من دلالاته الإيجابية أنه قد تكون هناك مسائل الفرح والسرور، ويثبت هذه أو يثبت هذا التربيع المهم اللي في شرف بيت العقرب مع زاوية جدا حلوة وممتازة من الحمل اللي هو الآخر، ما يقل ارتباطات مهمة عن الأحداث اللي نتحدث عنها في البيت الأول والثاني، السعادات، السعادة الأصغر والأكبر من دلالات هذه النوازل هو عيد الأضحى اللي اليوم نشوف به مظاهر الفرح والسرور والمغفرة إن شاء الله لحجاجنا الكرام. إذن القمر يستمر في برج العقرب، ايش جايب لنا يا برج العقرب منا الى نهايه النهار؟ تنتقل وينتقل غدا في برج القوس الناري، وقبل ان تنتقل هذه الانتقاله يصادف انه ينتقل الى كوكب ناري مع راهو في اعلى نقطه مع الشمس. واخيرا الحمد لله على السلامه يا برج الثور، راح تترك الشمس المكوث في بيتك وتنتقل الى بيت المال اي السرطان. تمام، من هي الأبراج اللي راح تكون أكثر حظاً؟ طبعاً الثور هنا ممكن أنه تخف عن كاهلك مسائل الارتباطات أو الالتزامات أو المسؤوليات. جمال عيون الثور ما يملكها أحد مثل العقرب، عندهم غموض، عندهم كاريزما حلوة، شيء في داخل برج الثور. تمام، قريبا ان شاء الله فروسي الورده راح نخلص من الضغوطات النفسيه على الاغلب، وممكن تكون عندك في بيت المال في برج السرطان. طيب ايش جايبه معانا في برج السرطان؟ ما ننسى انه الزهره هي الاخرى مصطحبه الشمس مع عطارد ماكثه في السرطان. هو الجوزاء طبعا مرتاح، ليش؟ لانه المشتري السعد الاكبر راح يبقى سنه كامله عندك يا برج الجوزاء، لكن مع هذا واكثر يعطي حظوظ جدا إيجابية وجميلة لثلاثة أبراج راح تكون هي العقرب والسرطان والحوت، ويشتركون بالانفراجات المالية، وكأنه العقرب وكأنه السرطان وكأنه الحوت على موعد مع تغير وتبدل الأحوال وخصوصا الأوضاع المادية. وقد تكون هنالك أشخاص يعتقدون أنهم أشخاص ثمينين في أنظارهم، فهو شيء يخص النظر، يشترك مع الثور ويشترك أيضا لطاقات المائلية. عموما ما راح أقول تنخفض درجات الحرارة، ممكن هي قد تكون تنخفض درجات الحرارة. وتعال أقول لكم شيء، وتذكروا هذه القطعة اليوم اللي إن شاء الله راح نرجع لها مرة أخرى، قد نشهد زخات مطر. إيش هذا يا ميس؟ إيش زخات المطر هاي؟ إيش قاعد تقولين؟ إحنا بيا وين بيا فصل؟ نشهد زخات مطر، أن الشمس إن اقترنت مصطحبة الزهرة في برج مائي، إذن فهو إيش؟ زخات مطر. ممكن محافظات، ممكن في بغداد، ممكن في العراق، ممكن في دول مجاورة. لا مو في دائما، لا بس الدول العربية قطعا ما ممكن أنه يكون في زخات مطر. تمام، لكن تتلبد السماء بالغيوم ونشهد زخات مطر، نشهد زخات مطر. لا احفظها، انا اكررها مرتين لحتى ارجع للقطعه مره اخرى. عموما تفاصيلنا مستمره وياكم، واكيد اليوم قمر العقرب اللي ينتقل مساء الى برج ناري ان شاء الله اكو اخبار اخرى تختلف، لكن تعالوا وياي وياكم لحتى نروح نشوف لي اتصالاتكم ومشاركاتكم ونحاول أن نعرف عمق العلاقه اليوم ومدى تاثيرها على جميع الابراج الى اتصالاتكم ومشاركاتكم وتهانيكم في مناسبه حلول عيد الأضحى المبارك. يلا فراس معنا اتصالاتنا جاهزة. طيب إلى أول اتصال هاتفي. ألو
السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. وكل قناة زاقروس وفروسي الوردة. حبيبتي. والله من أشوفك أنسى همي. يا عمري يا حبيبتي والله عافاك عافاك وأغناك عن خلق يا ربي. الله يسلمك الله يعافيك. يا عزيزتي منو معانا؟ بلدنا. أنا أبدأ أسأل على يعني نسيبنا اسمه نريمان. طيب بس نتشرف بحضرتك من وانا ام علي ام علا. ومن وين تتصلين اخيه؟ من بغداد من المنصور. حي الله ام علاوي المنصور واهلها. والله يعني من اشوفك اقول ما ادري. يا عمري بس فرحه. يا عمري انت حبيبتي والله يسلموا. والله ما يعني لا من باب المجامله. يا عزيزتي يا عزيزتي حافظك الرحمن. شكرا جزيلا لك. ميرسي حبيبتي. حتى سويت على الشعر. يا الله يلا اسمع الشعر. يلا معلاوي. يلا مكات مو قدامي. من اشوفك انسى همي. الله يا ميس يا بنت عمي. الله الله ما ادري يعني بعدين يا بنت عمي يا شياله. انا حضيف لك بيت اخر. يا شياله همي. رحم الله امك علاوي. صح لسانك وبدنك حبيبتي فدوى لعمرك يا عزيزتي. والله والله أنا أفخر بيكم أم علاوي. أفخر بهالمحبة الحلوة وبهالمودة اللي تكون من القلب إلى القلب صراحة. والله هي من كل قلبي. يا عزيزتي يا عزيزتي أنت. يلا أم علاوي تفضلي عزيزتي. والله أريد أسأل على نريمان ابن ليلى. نريمان 22/3/1072. إيه طيب شنو قصته هذا متخبل على العائلة؟ بس تاريخ ميلاده عذرا ام علاوي. امورهم مزيان. يا شهر؟ شهر الثالث 22/3. 22/3 هو؟ اي تمام. طيب شنو احد مسوي له؟ العمر كله مو خوش. الحياه قاضيها هيك ويا الاهل. يلا عزيزتي. الو 72 ونريمان ابن ليلى طويل أيه. القامة هذا حبيبتي يعني زين اي فوق المتوسط أيه. طيب شوفي هل هذا الشخص طويل الرقبة تحت عين اسمرار هواية اكو ملامح في وجهه متغيرة؟ والله هو ما اعرف يعني ما ادري مو يمي هو تعرفين هم طيب. مو كل شيء. خليني اقول هو كان كبران صاير غير شكل. هذا متبدل. انت تشوفيه يتبدل ملامحه معايا معلاوي. هذا الشخص تتبدل ملامحه وكانه شكله مو هو ذاك الشكل الشخص اللي كان سابقا تشعرين به انه كان جزء عنده فد شويه لياقه عنده شويه كشخه عنده يعني تحسي انه فاقد هذا الموضوع. بصراحة احنا فقدنا الاتصال بيك بس تتحسن الأحوال. شو وقت تتحسن أحوال هذا المولود؟ تتحسن من بكرة. ليش ميس من بكرة؟ لأنه الشمس فايتة على برج مائي. إيش تعطي لي هذا المولود؟ تعطي التخلص من جميع مشاكله. قد تكون هنالك سيطرة مرأة أو شيء من طرف مرأة أو هو يناقش سيدة لأنه جدا واضحة في طوالع هذا المولود شيء يخص هذا الموضوع. يعني يؤسفني أقول في فراقات أو لسه في أحداث تصعيد لأنه في مقابلة راح تكون من القوس الناري باتجاه هذه الأبراج. بس لولا هالانتقالة أو لولا أنه هالشمس هاي اللي بلشت تنتقل إلى برج مائي ممكن أنه تعطيه من الحظوظ اللي تهدي له مسائل التصعيد وممكن أنه تكون أو ممكن أنه يهدي الأمور اللي كانت مواجهات أكثر تهدى إن شاء الله. فقدت الاتصال بيتشج. كان بعض المفردات ممكن أنا يعني تستفيدين من عندي من عندها. بس يلا إن شاء الله معلاوي الفترات القادمة يا رب خير. بس اهدي ما تقلقين. هو في خسارة. هو خسران شيء. شو حيدفع ثمن هالموضوع ويعود إلى رشده. يعني هو ممكن يخسر شيء ويتندم عليه ويعود إلى رشده. فاطمني قري عينا إن شاء الله ما في شيء. يلا إلى ألو آخر. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. عزيزتي حبيبتي والله يا أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير حبيبتي. منو معانا؟ سارة من العمارة. سارة من العمارة. حي الله سراوي العمارة وهلها ميسان الكرام.
حبيبتي سارة أول مرة تتصلينا؟ نعم اتصلت هواية قبل. يلا حياك الله وأهلا وسهلا بك. طيبة يا سارة، أنا أريد أسألك على أخوي مواليد 97 30/11. طيب 97 30/11. طيب 30/11 هو أريد أسألك على النصيب، هو كلش ما مرتاح في حياته، يعني طيب. كل سالفة تصير وتصيرها عارضة وما تكمل. طيب يلا حبيبتي اسمع. 97 ايش اسمه واسم والدته؟ كرارة بن حمدية. طيب كرار عامل حادث بايده، في شيء بايده، شو يعاني من ايده، شبيها ايد كرار؟ لا عنده رجل، هو شوفي ايد رجل هيك في منطقه. اي رجل بيها. طيب اسمعيني، عنده ألم برجله. الفترات القادمة إن شاء الله أو ربما هالمواجهات هاي اللي تركت هالأبراج هاي بهذه الطريقة، طبعاً إحنا يوم اللي يا سراوي يوم اللي تكون أكو مقابلات أي مسائل مو ممكن إنه إحنا نجي نسوي محاولات زواج، نسوي محاولات اقتران، نسوي محاولات عمل، نسوي محاولات هواي أمور ما راح تصلح في ظل المواجهات اللي نحن حكينا عنها. 23 العام كانت من الاعوام، واللي قبلها 22 23 كانت من الاعوام الصعبه اللي كان هنالك التحاق كواكب، يعني شلون انت كانت تجيك ممكن موانع شويه شويه تقترب منك الى ان تصير في الهدف. فهي هاي المسائل اللي قطعت عليها هوايه تفاصيل، بس مع هذا هو في خساره، هو يشعر بخساره، هو يشعر بالم، هو يشعر ب يعني هو شو يقول مثلا ما انا ماكو داعي اروح اسوي واعمل وكذا لانه النتيجه معروفه ممكن افشل. هو منفصل طبعا، واضحه معاه. هاي شوفي دا اشوف لك، انا دا اقول لك انه هوايه خسارات، هاي الخساره اللي واضحه ويانا. طيب هذا العام ان سمع كلامي، هذا العام هو من افضل الاعوام لهذا المولود، يعني هذا العام اذا حاول انه يصلح احواله الامور تتبدل وياه بطريقه جدا ممتازه، خصوصا من باكر، خصوصا من باكر. شلون عنده زواج؟ يصلح له الزواج من برج العذراء، يعني برج العذراء يناسبه جدا لهذا العام، وقد تكون او قد يكون انثى العذراء افضل الزيجات الى لهذا العام، فاموره طيبه واشوف او حركه الفلك تنذر بالخلاص من امراض، من علل، من علاقات سامه، من مساء او افضل العلاقات اللي تركها كانت علاقات سامه هي بفعل طبعا انه شو صارت مع الانفصالات. هو هذا الكوكب يوم اللي يجي يفصل ولو كان من 30 عام متزوج او متزوجه. عموما حبيبتي من بكره تبدا طاقات جدا ممتازه، راح يكون الشمس هابطه مع الزهره مع عطارد في برج السرطان شهر كامل، شهر كامل في خيرات كثير حلوه ممكن تصير، بس مو يقعد قاعد باي ما يقعد اسمعيني ما يقعد وينتظر الخير يجي، لا هو خليه يسعى لانه السعي بهذه الفترات تصلح بطريقه جدا سهله، يعني هو حتى حيقعد يقول طيب شو هاني سويت نفس التفاصيل، ليش هنا يمشي هناك كان ما يمشي، لان كانت اكو مقابلات فلكيه تمنعك من التقدم. هسه هاي الفترات فترات جدا ممتازه، وقد يكون شوي بنوع من الصعوبه في التقدم والروحه والجايه، بس تصلح لك الاحوال ان شاء الله. ايه يعني يقولون احنا رحنا السيد يقولون عنده سفر او ما ادري شنو. حبايبي والله العظيم انا ممكن على الهواء هواي كلام اقول لكم اياه وكلش واضح معايا، بس احنا شويه يعني نتحفظ على الالفاظ ونتحفظ على هواي تفاصيل، يعني ما يصلح انه انا احكي معك على الهواء مباشره بعلم الورائيات. هسه علم الورائيات والامور الارضيه هاي جدا واضحه وياه، جدا واضحه وياه، وخلي في بالك فكره، دائما عنده وجع تحت عينه، تحت وحده من عيونه، او قد يكون عينه جاحظه، او هو فتره من فترات يشعر انه عينه من شدة الألم أنه تبين. هسا إن ما بينت تبين لاحقا هذه التفاصيل، وقد يكون هو نفس القمر اللي راح أو الشمس اللي راح تقعد في هذه المحلة ممكن أنه تبين له حقائق هواي تفاصيل، بس الالتحاق بهذه الفترات وبهذه النوازل ممكن تخلصها من هواي مسببات ممكن كانت التعبة. فقري عينا يا حبيبتي وتوكلي على الله، الله سبحانه وتعالى ما يخيب سعي أي مؤمن. تمام حبيبتي، شكرا جزيلا لك يا عزيزتي، ما اقدر اقول يعني ما اقدر اتحدث اكثر من هيك دلالات على الهواء، اكيد فهمتي انا شنو قاعد اقول. يلا الى الو اخر. الو صباح الخير. صباح العافيه والسرور. يا مرحبا. مرحبا حسنين. يا اهلا وسهلا حبيبتي.
يا مرحبا. كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف خير يا ربي، صحة وسلامة إن شاء الله. عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. اللهم آمين للجميع يا عزيزتي. من معانا؟ سراب. سراب من وين تتصلينا؟ من الناصرية. الناصرية وأهلها على الرأس. تسلمي حبيبتي. حبيبتي. يسلماتك. شلون صحتك عيني حبيبي سراب؟ شلون شخبارك؟ ممكن أعرف حبيبتي، ممكن أعرف عن يعني عن الصحة وعن الحمل؟ أكيد ممكن. سراب بتناهدي. أها. 1/11/1982. شنو اليوم أنتو كينكم على قلب اليوم؟ اليوم اليوم معاشر العقارب كلها من البارحة، من أول البارحة ويا متصدرة ويانا. يا رب خير. والشريك زوجي طيب سار ابن ربيعة. أنا ما فهمت سائر بن ربيعة شنو تقصدين بيه، بس تعالي خلينا نسولف عن العقرب. شو هي تفاصيل العقرب؟ تتحدث عن الصحة وعن الحمل. شوفي أنثى العقرب ممكن تكون كان معاها إسقاطات، أو ممكن تكون كان معاها إجهاضات متعددة، أو ممكن تكون كان معاها مسائل تأخر في الصحة، كان معاها عانت. احنا متفقين انه انثى العقرب عانت الامرين والويلات. طبعا هنا العشريات تختلف، العشريه الثانيه او الثالثه كانت هي اكثر الابراج تصدع او اكثر الابراج اذيه، مستوى العلاقات على مستوى الاشخاص، هسه حتى على مستوى الشريك في البيت، يعني كانت هي تروح هيك وهم يروحون هيك، يعني الكل كان في خلاف مع أنثى العقرب. أنثى العقرب تختلف عن رجل العقرب. عموما ميس وراها شكو، وراها أنه هالشمس اللي هابطة مع الزهرة بصحبة عطارد في برج مائي وفي شرف بيت عطارد، إيش يعملتش يا أنثى العقرب؟ اللي تابع الموجز الصغير اللي أنا دائما أحكي في بداية الحلقة راح يعرف أنه أنا كلامي كنت موجهته من البداية. شو جايب لبرج العقرب؟ يلا عدوا وياي يا أبراج العقرب. أكثرنا جمالا يا أنثى العقرب هذا العام، هو عام العقرب بامتياز. باعي راح تودعين أشخاص مسمومة، راح تودعين عادات سيئة كنت محبتها، هلا ومية هلا بالشكل اللي يخبل، هلا ومية هلا بالطفل اللي كان داخلك وكنت حين قاسية عليه، والله مسكين هالطفل هذا اللي في داخلك. دائما دللي إن ما شافيتي هالطفل اللي في داخلك ما راح تشفين أبد، اعتذري منه، قولي له هواي أساءيت لك أنا. وعلى فكرة بعيدا حتى على كل النوازل، ترى الدنيا حلوة، وأنا على يقين وأتفق مع علم الطاقة والمغناطيس والجاذبية، ولا حد يقول لي ماكو نيوتن وماكو التفاحة وماكو المغناطيس وماكو السالب والموجب. ببساطة كل العلماء يجمعون أنه أنت إن جلست مع أشخاص إيجابيين تأخذ من جلستهم 15%، يعني تطلع ناجح، والسيئين نفس القضية. احنا مو ضد العادات ولا التقاليد ولا القيم اللي متمسكين بها، ترى حتى في ديننا احيانا انا يمكن من اجي انظر تؤكره مو خطا، الانسان العاقل دائما بالتضاد مع نفسه، راح تلقى حتى في مسائل الدين جابوا لنا مسائل دخيله، لا تتطرفين يا ميس نرجع، جابوا لنا مسائل دفينه والله، جابونا من فلان ومن علان وحطوه بدينك، ودينك ابدا مو هيك، دينك متسامح. فانا مع التغيير، مع التغيير والخطط، ماكو انسان يكبر، هو العقل اللي يشيخ والجسم نفس الشيء، متفقين؟ والله في راس فد موجز حلو دا اسولف بيه، بس يلا. فانثى العقرب عندش توم تويتو، بس اذا جت بيهم بنيه سميها ميس، نص الشعب العراقي راح يحملون اسم ميس، ايش حالاتكم اذا انتم ميس؟ والله ايش حالاتكم؟ يلا. الو اخر. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. شلونك من يوسف؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا حبيبي. الف خير يا حبايبي. ان شاء الله عروسه. انا بس على قسمتي تتمنى. عروسه؟ انا عروسه لو انت، لو منو؟ مروه بالسليمه. حبيبي. مالي. منو معانا؟ مروه بالسليمه. مروه ان شاء الله، منو عروسه انت لو اني؟ انت. انا عروسه؟ واني. اشك انا اشك اصير عروسه مروه. 20/12/1986 ما قبل ما ينقطع. يلا 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 بسريع بسريع. 20 صالحي نصيبي. 20/8 انت؟ 20/12/12 يلا تعالي دالي. 86 انت 86؟ نعم. اي 20/12 قلت لي ذيك النوم راح يجيك وجا بس ما صار. يعني اجاك من قلت لك يجيك اجاك.
اي مضبوط 100%. 100%. هسه تعالي اقول لك شنو السبب ليش ما يعني ليش ما تم الموضوع تدرين؟ هسه وقولي لي شنو طالع يا مانت معايا؟ اي وياك. تريد تعرفين طالعك شنو؟ ايه طالعك العقرب هو اللي اخر لك الجايه. ثاني شيء في كودك الكوني 8 رقم 8. هل 8 يعني كل شيء 6 ستوب ويت تعالي خلي اقول لك قضيه. هل 8 هي اللي اخرت لك النصيب لان كانت طاقه مغلقه بس الستة طاقه نصر. هسه اليوم احنا هذا العام راح يكون لك من باكر تحديدا اليوم كل اللي احنا نتصل بيه نقول له من باكر انت امورك طيبه. ليش يعني ان شاء الله كل 6 قبل ما ينقطع الله. اكو شوفي اكو وموجود وقد تكون عوده علاقات من الماضي او قد يكون اشخاص من الماضي ودعتيهم ما تمت لك اي مسائل معاهم بس هسه الفترات القادمه شوفي اللي قادم معاك قد يكون شخص معلم او مدرس او يترأس جماعه او هو شيخ عشيره اي ليش لا صح صح نفس ما قلتي لي بس صح ما صار راح يرجع داده راح يرجع يا الله راح يرجع هالمره هو مدان لك باعتذار راح يقول السودة علي انا اسف اعتذر منك قلبي تنشيش والقران يعني ما ادري انا مصدقه مو مصدقه يعني ستويت ان شاء الله تصير لانه طالعك سعيد هالمره والثمانيه انت تتفقين مع طاقه هذا العام اللي هي طاقه العنقاء والانفينيتي اللي هو راها في اعلى نقطه تمام فهو يعني. ينصر برج القوس الناري اللي عانى وتعب يا حرام طبعا الاسد تحياتنا لك يا اسد يعني ستويت ان شاء الله أنثى يعني الأسد إن شاء الله أي إن شاء الله أكو والله لأنه عام التغيير وشوفوا صح مع أنه إحنا نواجه صعوبة نواجه صعوبة في طاقاتنا لأنه هو العام صعب عام العنقاء والتنين مواقع التواصل اشتعلت الدنيا لح كذا بس هو ما كان يعرف إيش وقت إن شاء الله أي أنا أحب أجيب من الآخر حلو إيش وقت يا ميس شوفي مع أعياد الميلاد اللي راح تكون مع أعياد ميلاد الأسد منه 15/8 راح تثبت الامور راح تبين الرؤيه اوضح اليوم اكو مسائل الكل يحس طبعا الاسد القوس الحمل يشعر بضبابيه باتجاه المواقف يعني هو قاعد يشوف امام عينه لكن مو متاكد يريد بعد فاحنا شو نقول له نقول له تاكد وقر عينا ان شاء الله والله انه التغيير بس انطيكم نصيحه كلش حلوه بعيدا عن الفلك والكواكب والابراج هسه ميس مو طوالع صدق الله وكذبا منجمون حتى وان صدقوا تعالوا لعلم الطاقه دائما اتفقوا مع اهتزازاتكم الذريه اللي في داخل جسمك انت كجسم موصل مو موصلين احنا موصلين والله لا حد يقول لي ما النت ما تبين بي الكهرباء لا تاثر بالكهرباء فحاول تضبط اهتزازاتك مع عقلك الباطن واجلب الطاقه وصدقها في اشخاص يقول لك هذا شخص كذاب بس لا هو مو كذاب هو ده يجيب طاقات الى ايجابيه بدل ما يسمع ناس عندهم مسائل سلبيه تمام فاضبط ايقاعكم وذراتكم وذبذبات جسمك كله واهتزازاتك مع الطاقه اليوم والله يكون كل متوقع ات مو انا قلتها العلماء سابقا خصت فقرتي معاكم بس اكيد حركه القمر غدا تختلف عن اليوم في تفاصيل اوسع انتظروني الى اللقاء